يقول الله تعالى في كتابه العزيز: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية، هل معنى هذه الآية أن ذلك في هذه الحياة الدنيا أم في الآخرة؟ ففي هذه الدنيا حالات من الزواج على غير هذه القاعدة، فهناك الكثير من الأزواج والزوجات يظلمون في هذه الناحية، فكيف العمل؟ في تفسير الآية قولان. القول الأول: الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات تقال للخبيثين، للرجال الخبيثين، نعم. والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات، بمعنى أن الخبث يكلمون بما يناسبهم بكلام يناسبهم. وقيل المراد بالخبيثات هنا الزانيات، أي النساء غير العفيفات الفاجرات للرجال الخبيثين. والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات يعني الفاجرات. وهذا كما في أول السورة: الزانية لا ينكحها إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية والزانية لا نعم ينكحها إلا زان أو مشرك. أو مشرك نعم. نعم، فالخبيثة لا يصح أن يتزوجها عفيف، وكذلك الخبيث لا يصح أن يتزوج عفيفة. هذا ما حاصل ما قيل في الآيتين. وعلى كل حال، فالآية فيها بيان أن هؤلاء الخبث يناسبهم ما هو من شكلهم من الكلمات ومن الأشخاص، وأن الطيبين لهم الطيبات، الرجال الطيبون لهم النساء الطيبات، والنساء الطيبات لهن الرجال الطيبون، أو الكلمات الطيبات تقال للرجال الطيبين، والطيبون من الرجال لهم الكلمات الطيبات. نعم. أما قولها من ناحية الأزواج والزوجات الذين في هذا الزمان قد يظلمون، ليس المراد بالخبث ما فهمته السائلة، المراد نعم بالخبث إما الخبث في العرض أو الخبث في الكلام. نعم.